حياكم الله مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم في برنامج ترحيب. ينظم الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم بطولة العالم العسكرية لرماية الشوزن بمشاركة 10 دول، وستقام البطولة على مجمع لوسيل للرماية. المنتخب القطري كان قد توج بطلا لبطولة كأس العالم للرماية الأولى للسيزم التي اختتمت في إيطاليا، حيث تمكن من حصد جميع الألقاب بحصول الرامي راشد حمد العذبة على المركز الأول في منافسات الفردي، وأضاف العذبة أيضا ذهبية الفريق بمساندة الراميين ناصر الحميدي ومحمد الرميحي، كما أضافت أيضا الرامية نورة عيسى العلي ذهبية الفردي سيدات، وكما حققت أيضا الرامية آمنة مساعد العبد الله برونزية المنافسة. نتابع معا هذا التقرير. فكرة إدخال رماية الشوزن فكرة تقدمت فيها قطر، والحمد لله لقينا الدعم وتنظمت أول بطولة في إيطاليا، شاركت فيها طبعا قطر وحققت نتائج ممتازة. قطر تقدمت لاستضافة البطولة الثانية اللي هي احنا الحين عايشينها. طبعا سمعتوا انتم مندوبين الاتحاد الدولي العسكري السيزم بدعمهم الكامل لدولة قطر في البطولات هذه، والحمد لله فزنا باستضافة البطولة الشاملة في 2016 اللي بتكون من ضمنها رماية الشوزن البندقية والمسدس كرماية، ونتوقع فيها حضور كبير. يعني قطر ستشارك بفريق ألف وباء في كل بطولة من البطولتين، وإن شاء الله حنا كنا أبطال النسخة الأولى في إيطاليا، وإن شاء الله الرماة والرامية تتوفقون في هذه البطولة. البطولة حتكون على مستوى يومين، اليوم الأول اللي هو يوم الجمعة حتخلص النساء 75 طبق اللي هو 75 هدف، والرجال حيخلصوا يوم السبت على 125 هدف، فيها فردي ميداليات فردي وأيضا ميداليات للفرق. المشاركين حوالي 66 رامي ورامية يمثلون أكثر 10 دول. طبعا المنافسة شديدة جدا، لوجود كثير من الرماة حاصلين على بطولات عالمية وبطولات وميداليات أولمبية، فهناك تنافس شديد، ولكن ثقتنا كبيرة جدا في رامينا ورماتنا بأنه يكون لنا الكلمة إن شاء الله. وكذلك الاهتمام والإعداد الجيد من قبل الاتحاد القطري للرماية، وتعاونه اللامحدود في إنجاح هذه البطولة وفي إعداد الرماة بشكل جيد وإيجابي. وننتقل أيضا في سياق موضوع آخر، حيث في إطار الاستعدادات الخاصة بالمكرمة الأميرية بتزويج 4000 شاب يمني على نفقة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قام مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني وسعادة السفير القطري لدى اليمن السيد محمد بن حمد آل فهيدة الهاجري بجولة تفقدية لمؤسسة اليتيم التنموية، وهي الجهة المنظمة للحفل، كما قام بجولة لموقع الحفل. تفاصيل أكثر مشاهدينا عن هذا الحدث نشوفه مع نديب قناة الريان في اليمن الزميل خالد الكبيسي. سعادة الشيخ في مركز اليتيم التنموي بصفة عامة، أنت يعني خدت لف على تقريبا كل الورش الموجودة في المركز، فلو تحدثنا عن جولتك هذه وإيش يعني انطباعك عنها؟ نحن في إطار حضورنا والاحتفاء بالعرسان في جمهورية اليمن الشقيقة، توفرت لنا هذه الفرصة لزيارة مركز اليتيم. توفرت لدى هذه المركز
عدة مراكز حرفية وصناعية وكذلك أكاديمية لتأهيل هذه الفئة للاندماج في المجتمع اليمني والمساهمة في مشاريعه التنموية. سعادة الشيخ، يمكن يعني التعاون اليمني القطري في هذا المجال وفي مجالات شتى يعني واضحة، نبي نعرف دوركم أنتم كوزارة الخارجية في دعم المجتمع اليمني سواء كان من خلال هذا المركز أو من خلال يعني أشياء ثانية أو قطاعات ثانية. السمو الأمير حفظه الله يولي اهتماما كبيرا بالشعب اليمني وهو داعم، ونحن في وزارة الخارجية بالتحديد التعاون الدولي نولي لملف اليمن اهتماما خاصا. طبعا هناك مساعدات تنموية من دولة قطر لجمهورية اليمن يتم إعدادها ودراستها وبرمجتها حسب الأولويات. أعزائي المشاهدين، معنا من موقع الحفل اللي راح يكون إن شاء الله بإذن الله الدكتور محمد حسن أمين، المدير عام المؤسسة مؤسسة اليتيم. دكتور، أولا يعني إحنا نبغي نسألك أنتوا كيف تنظرون لهذه المبادرة القطرية في تزويج الشباب اليمني 4000 شاب يمني؟ هذه المبادرة حقيقة ننظر إليها على مستوى الجمهورية اليمنية بأنها مبادرة طيبة ومبادرة نتمنى أن تكون قدوة لباقي الدول لكي تحافظ على هذه الشريحة، شريحة الأيتام. نوجه للأخوة في قطر نقول جزاكم الله خير على كل ما تعملوه، وجزا الله ألف خير الأمير الوالد على هذه المكرمة الطيبة الذي لامست كل بيت ودخلت كل محافظة. هذه تستحق شكر وعرفان مني شخصيا ومن إخواني ومن الشعب اليمني حكومة وشعبا بإمنان واعتراف لسمو الأمير بما قدمه، فنسأل الله أن يجزيه كل خير وأن يوفقه إلى الخير وأن يزيده من الخير. والشعب القطري والحكومة القطرية هي المبادرة والفعل مع الشعب المسكين في كل بقاع. طبعا هذا اكبر عرس جماعي الحقيقه، 4000 شاب يمني نتمنى لهم التوفيق، وهذا طبعا عرس نعم جدا، وهذا العرس راح يكون بكره الصباح ان شاء الله يوم الخميس، وايضا راح يغطيه لنا زميلنا خالد الكبيسي من قناه الريان. ان شاء الله ان يكون عرس خير وبركه عليهم يا رب. الله يبارك لهم ان شاء الله ويتمم لهم على الله خير. امين. مشاهدينا، فقرات رحيب اليوم انتهت، وشوفون معانا باكر نباتات القرم البحرية في فقرة خاصة مع أهل البحر، انتظرونا. وبعد ترحيب تشاهدون الليلة مشاهدين الكرام في تمام الساعة 8:30 برنامج شارة الريان، والساعة 10 راح تتابعون برنامج المختصر مباشرة من مجلس الريان. أما الحين مشاهدينا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من ترحيب، لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب بإمكانكم المشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاج برنامج ترحيب. إن عطانا الله إن شاء الله عمر راح نشوفكم بكرة مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ترحيب. مع السلامة. فمان الله.